انا ما شفتش البروده دي ابدا في حياتي، حتى انا من الصعيد ما شفتش البرد ده في الصعيد ولا في القاهره. بس ما ينفعش ان انا اريح في البيت، ده اكل عيشي ولازم اتغلب على برد حر، لازم انزل اشوف اكل عيشي، مش هينفع اقعد في البيت في اي طقس. بتغلب على البرودة دي طول ما انا ماشي، اخد حاجة سخنة، مشروب ساخن، بطاطا، ذرة شامي، حلبسة كده، حاجات سخنة طول ما انا ماشي، وهو انا برزق والناس اللي في الشارع بترزق. لما بيركب معايا عميل بناخد وندي مع بعض في البرد ده ونس لغاية ما تخلص الرحلة، وبيبقى المشوار سهل كده وسلس يعني. الشتاء ده ما شفناهوش في مصر مثلا من 40 سنة، وده كان سبب اجتماع رؤساء العالم في قمة المناخ، ان فعلا في تغيرات سواء في الصيف او في الشتاء. احنا الشتاء ده ما شفناهوش قبل كده، ان احنا نلاقي ساعة بالمنظر دوت او بالدرجة الحرارة دي. ايه البرد؟ شوف ده اكل عيشي، ده لازم اطلع عشان اكل عيش. احلى حاجة البطاطا في الشتاء اهو، احس ببرد، في حد ما يحس ببرد؟ بس هو اكل عيشي لازم اطلع يعني. كنا الاول ما بنهتمش بالنشرات الجوية، لكن دلوقتي بنهتم بيها عشان نعرف منها درجات الحرارة واخبار النوات ايه والحاجات اللي جاية علينا يعني ساعة وكده، وبنستعد لها. تعرضت جمهورية مصر العربية لانخفاضات شديدة في درجات الحرارة بسبب منخفض جوي قادم من جنوب شرق أوروبا، عمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع نشاط الرياح اللي زود إحساسنا بالبرودة. مش بس نشاط الرياح، لكن أيضا كانت نسب الرطوبة منخفضة بشكل كبير، وده كان بيزود الإحساس بالبرودة. يعني لو كنا بنقول إن درجة الحرارة بتتراوح ما بين 15 و16 درجة على القاهرة العظمى، فكان الإحساس بيها بيكون أقل من ذلك بحوالي من درجتين إلى 3 درجات مئوية.